الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اللقاء ان شاء الله تعالى سنتحدث عن علامات تدل على اقتراب الاجل فالموت ست مراحل المرحله الاولى من هذه المراحل الست بيوم الموت وهذا هو اليوم الذي ستاتي فيه نهايه الانسان وتنتهي حياته ويأمر الله الملائكة في السماء أن يذهبوا للأرض ليأخذوا روحه حتى يتهيأ الإنسان للقاء ربه مع الأسف لا أحد يعرف شيء عن هذا اليوم وحتى عندما يأتي ذلك اليوم لا يدرك الإنسان أنه يوم وفاته وعلى الرغم من عدم إدراك الإنسان لهذا الأمر لكنه يشعر بتغييرات في جسده على سبيل المثال ينشرح صدر المؤمن في ذلك اليوم ويغمر السعادة المفرطة على عكس الإنسان الذي ارتكب الأعمال سيشعر بضغط كبير في صدره وقلبه في هذه المرحلة ترى الشياطين والعفاريت نزول الملائكة لكن الإنسان لا يستطيع رؤيته هذه الخطوة موصوفة في القرآن الكريم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت سورة البقرة الآية 281 ثم يأتي المرحلة الثانية وهي أخذ الروح بالصورة التدريجية تبدأ هذه المرحلة من باطن القدم حتى صعود الروح لترتفع فوق الساقين والركبتين والقدمين فوق البطن والسرة والصدر لتصل الى منطقه في جسم الانسان تسمى في جسم الانسان تسمى الطراق هنا يشعر الشخص بالتعب والدوار ويشعر انه تحت ضغط وغير قادر على الوقوف قوة الجسديه تتناقص ولا يزال لا يعرف اين روحه ستخرج من جسد حتى يصل الى المرحله الثالثه تسمى هذه المرحله بالطراق ثم ثم تذكر هذه المرحلة في القرآن الكريم كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق صورة القيامة والتراقي عبارة عن عظمان تحت الحلق تمتد إلى الكتفين وقيل من راق ويقال أنه من سيحمل روحي ويقبضها وبعبارة أخرى من يريد أن يأخذ روحي هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب المجتمعين قربه من راك يعني من الذي يراقيه وترى أقاربه من يقول نستدعي الطبيب والثاني يقول نتصل بالإسعاف والأخر يقول نقرأ القرآن عليه وسط هذا الإجواء لا يزال يأمل في العودة إلى الحياة ولا يزال لا يعتقد أن روحه تغادر جسده وظن أنه الفراق إلى الآن لم يتقن بالموت لا يزال يكافح من أجل البقاء لكن يقول الله تعالى والتفت الساق بالساق لقد انتهى الأمر خروج الروح من الساقين. لكن يقول الله تعالى والتفت الساق بالساق قد انتهى الأمر خروج الروح من الساقين ولم يعد يستطيع تحريكهما خروج الروح من جسده ولا وصل إلى الطراق كلا إذا بلغت الطراق سورة القيامة الآية 26 ثم تأتي المرحلة الرابعة التي تسمى مرحلة الحلقوم هذه هي المرحلة الأخيرة من الموت وهي صعبة للغاية بالنسبة للإنسان والسبب في ذلك انه تتم ازاله الحجاب والستاره من امام عينين ويرى الملائكه الحاضرين من حوله تبدا مرحله رؤيه الاخره منه فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد سوره الآية 22 لهذا السبب سميت هذه المرحله بالحلقوم ولماذا وذلك القول تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الي منكم ولكن لا تبصرون سوره الواقعه يخاطب الله الاشخاص الموجودين حوله أنتم في مكان ما وهو في مكان آخر أنتم ترون شيئا وهو يرى شيئا آخر إنه يرى رحمة الله أو, أو العياذ بالله يرى غضبه وعذابه إن كان مذنبا لذا تروه يحدق في كل معين ونقطة معينة في مكان معين ونقطة معينة ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون إنه من أصعب المراحل عند قبض روح الإنسان لأنه يجد وعود الله حقيقية ويفهم الله بكل كيانه يرى الملائكة ويجد كل أعماله في الحياة تمر أمام عينيه عند هذه النقطة يحدث فتنة الممات الفتنة التي يدخل فيها الشيطان ويخلق ويخلق الشك في الإنسان تجاه المعتقدات الشك بالله بالنبي بالدين بالقرآن وما إلى ذلك ويحاول بكل قوته أن يجعل الإنسان يخرج من الدنيا وهو كافر هنا الشيطان مقتنع بأنها اللحظات الأخيرة لهذا الإنسان ويرى ملك الموت يقترب منه لذلك يبذل جهود اخيره لاحداث الضربه النهائيه ضربته اقوى من اي وقت مضى لذلك اخبرنا القران الكريم ان نلجا الى الله من فتنه الممات وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون سوره المؤمنون لهذا السبب قال النبي الاكرم صلى الله عليه وسلم من عاش على شيء مات عليه اذا عشت حياتك من اجل الاسلام ومحبة الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل أمته الصحابة فسوف تخرج من الدنيا على هذا الحال هنا عندما يأتي الوقت الأخير من الموت يظهر الشيطان للشخص المحتضر على هيئة أحد أقارب الذي مات سابقا وهو يصرخ بصوت عالي أنا مت قبلك والإسلام ليس دين الحق والنبي لم يأتي بدين الحق وسوف يقول لك أكفر بكل شيء دليل هذا المشهد في القرآن موجود في هذه الآية الكريمة كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين سورة الحشر الآية 16 هذا هو المكان الذي يأتي فيه المرحلة الخامسة المرحلة التي يدخل فيها ملك الموت عليه السلام وفي هذه المرحلة يفعل الإنسان تماما ما إذا كان من أهل الرحمة أو من أهل العذاب عند هذه المرحلة يرى نتيجة أعماله ويطلع على مصيره وقد وصف نبي الرحمه هذه المرحلة بالتفصيل خاصة لاولئك الذين ارتكبوا العديد من الذنوب والمعاصي ولم يتوبوا واتقوا بالله بحمل من المعاصي والذنوب يقول الله تعالى والنازعات غرقا سورة النازعات الاية واحد هناك قول النبي بأن مجموعة من الملائكة في الجحيم هيأوا كفنا من النار ويقبضون روح الانسان العاصي بشكل مؤلم نزعوا الروح بغلظة فيما يتعلق بصعوبة هذه المرحلة جاء في القرآن الكريم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم سورة محمد الآية 27 بعد هذه المرحلة نصل إلى المرحلة النهائية والمرحلة السادسة في هذه المرحلة يدخل ملك الموت حيث أصبح روح الإنسان متهيئا ووصل إلى أعلى نقطة ممكنة وعبر مرحلة التراقي واستقر روحه في فمه وأنفه وهو مستعد للخروج والتسليم إلى ملك ملك الموت عليه السلام إذا كان الإنسان عاصي يقول لا يا الروح الخبيثة اخرجي إلى نار ونيران ورب منتقم غبار ورب منتقم غضبان هنا يصبح الوجه الباطني للإنسان أسود ويصرخ رب ارجعون سورة المؤمنون الآية 99 لعلي أعمل صالحا فيما تركت سورة المؤمنون الآية 100 لأنني لم أعمل صالحا في حياتي لكنه يواجه صوت حضرة الحق الذي خابطه كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سورة المؤمنون 100 وهنا يقول تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سورة قاف الآية 19 ماذا تعني سكرة الموت إن أي أنه تم قفل كل شيء جميع أجهزة وأعضاء الجسم مغلقة ومقفلة ولا توجد فرصة للحركة ذلك ما كنت منه تحيد هذه اللحظة التي هربت منها هربت منها طوال حياتك قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سورة الجمعة آية 8 أما إن كان من المؤمنين فيقول اخرج يا الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرج إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج روحه كما تسيل قطرة من فم السقاء وفي رواية تسل روحه كما تسل شعرة من العجين ألا يتأثر بها قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سورة الفجر الآية 30 و29 28 27 الكلمة الأخيرة سئل مفسر القرآن لماذا نخاف الموت فأجاب قائلا لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة نهاية المرحلة السادسة أخوة الإسلام عليكم أن تشيروا وتشاركوا أصدقائكم بهذا اللقاء لكي يعرفوا حقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها، الحقيقة التي غابت وغبنا عنها طوال حياتنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى على الطاعة والتوبة والغفران، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.